ربي يا ناس على مشوارنا بتاعتنا اياها. علي الرحيم لسه مسلمني على المخرج على محمود على فكرة هيك والله ما صير هذا انا شيء ما فهمته. اخوك مو بالامارات ليش اخذتنا على رجعت لبنان؟ لانه حكى مع امي قال لي انا جاي من دبي على مطار بيروت ومن بيروت على الشام بالبر. طب يكون قايل لي مو مطار الكراجات كراج المطارات. ايه بركي كراج وبركي بلغ لازم اخوي يا ده بلغ لازم يا شباب جماعات مو بشبه فواز؟ لا هذاك كان ابيض. لا 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 لك هذا الشيخ فواز. هلا بالشيخ هلا هلا وصلت للحارة وريحة الحارة مشتاق لكم. حليب يا اخي حليب يا اخي حليب يا اخي هلا بالشيخ هلا يا بالعافية بالصحة شو الحلو شو تسلم لي تسلم لي يا هلا بقيس كبران فلخش فلخش علي جبرو علي جبرو شو الحلو ساعتك الله يسلمك هلا بدي اسألك شافك جاي ماشي من الامارات لهو على اساس الامير بده يبعتك بطيارة خاصة ايه هذا يا سيدي لما عرف الامير انه اخوي بده يتجوز قال لي تكفى يا فواز نستاجر لك طياره خاصه استاجرنا طياره خاصه وطلعنا يم بيروت لانه كان عندنا شغل ببيروت هلا قلنا احنا بالجو قال لي وش رايك تنزل بمطار دمشق قلت له تكفو تكفو يا شيخ قال لي تكرم يا فواز المهم بلا طول سيره قلنا ننزل وين بمطار الشام نزلنا بمطار الشام بقى سيدي شو ما لا اصفي الطيار لما ملا صفي قال له ايوه لما ملا صفي قال له للطيار تاخذ فواز وتنزله باقرب مكان لبيته ونزلنا هون يعني جابني هون قريب يعني نزلنا وجيت مشاي بس امي قالت لي انك جاي على كراج بيروت لك ما امك يا زلمه ما عم تعرف ترد على التليفون ما تسمع يعني يا فرعان اخي ما فينا نحكي شيء هذا شيخ طالما شيخ هات تليفونك لنحكي مع عيد نخبره انه اجى فواز يلا تفضل تفضل شرف شرف يا الله يا الله تكون امك يا امي